بقي سؤال ان كشف المرأة عند الضغط المنطر في الجوازات هذا عاد يحتاج الى هذا اذا كان في ضرورة السفر قد يعفى عنها، واذا كان مو ضرورة لا تكشف وترجع لا تسافر. اما اذا كان ضرورة للسفر ولا يحمل لها سفر الا بان يخلص تخلى صورته ولا يعلم مانعا عند ضرورة السفر الى ذلك. اما اذا كان سفر غير ضروري فلا تسافر ولا تكشف ولا تكشف.